اهلا بكم مشاهدينا من جديد. دلوقتي هنتعرف مع حضراتكم على الاحوال الجويه النهارده. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده السبت هيشهد ارتفاع في درجات الحراره وهيسود طقس حار رطب على القاهره والوجه البحري، ورياح هتكون معتدله وتنشط احيانا وشبوره مائيه الصبح. السواحل الشمالية هتشهد طقس معتدل ورياح معتدلة، وكمان هيكون في شبورة الصبح. الخبراء بيتوقعوا بالنسبة لشمال الصعيد هيشهد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة ورياح هتكون معتدلة. بالليل بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية هيكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد هيكون الطقس معتدل. دلوقتي خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة. القاهرة 36-25، الإسكندرية 29-23، مطروح 29-22، بورسعيد 31-23، دمياط 30-24، الإسماعيلية 36-24، السويس 36-24، العريش 34-22، طابة 35-24، سانت كاترين 29-16، شرم الشيخ 36-27، الغردقة 36-26، الفيوم 36-25، بني سويف 36-25، المنيا 37-26، أسيوط 37-27، سوهاج 40-27، إينا 40-28، الأقصر 40-30، أسوان 41-31، الوادي الجديد 42-27، حلايب 36-30.